قصة عنيفة جدا حصلت قبل مباراة الإفريقية. حضرتكم عارفين جمع عدد من اللاعبين وصلوا 12 لاعب وقعوا على ورقة بيطلبوا مستحقاتهم لدى نادي الزمالك. أرسلوا الورقة دي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وعلى من خلال المحامي أيضا تم إرسالها لمجلس إدارة النادي. فوجئ الجهاز الفني. الموضوع ده حصل قبل مباراة الإفريقية بيوم واحد. خسر الزمالك مباراة الإفريقي. الناس كلها انشغلت بالجلبية وقصة اللي جرى في الاستاد بعد المباراة. حدش خد باله أبدا من اللي حصل قبل المباراة بيوم واحد. لكن اللي حصل أنه استمرت أو استمر شيء غير مظبوط داخل فريق نادي الزمالك في السفريات حتى اللي قام بيها سواء في السعودية أو في الكويت. هقول لكم مفاجأة أن لاعبي الزمالك الغاضبين بقيادة عبد الواحد السيد حاولوا أو كانوا رافضين رفض كامل وتام السفر إلى الكويت وهم في السعودية. عملوا جروب مع بعض وهم اعتبروا الجهاز الفني للزمالك مؤامرة. هم في قلب الحرم كانوا عاملين بيعملوا عمرة استخبوا من الجهاز الفني عشان يفوتهم موعد الطيارة المتجهة للكويت. في حضراتهم هم كانوا في أبها حصل مشكلة في الطيران ما قدروش يسافروا بالطيارة من أبها لمكة أو لجدة وبعدين يروحوا مكة. فاضطروا يسافروا بعربيات جهزها لهم مجلس إدارة نادي أبها. سافروا بالفعل بالعربيات دي لمكة. وصلوا الصبح صباح مفروض هيسافروا الساعة مثلا 10:30 الصبح. وصلوا الساعة 6-7 الصبح. اتفق معهم الجهاز الفني الساعة 10 بالظبط يتجمعوا في مكان ما في الحرم المكي. قالوا احنا يا جماعة هنعمل العمرة. العمرة بتاخد لهاش ساعة ساعة ونص مثلا ساعتين بالكتير وهنتقابل في المكان ده اللي احنا واقفين فيه. دخل كله يعمل عمرة. الجهاز الفني راح في الميعاد بالظبط. وقف كله مستني اللاعبين. بعض اللاعبين جم والبعض الاخر ما جاش. يدوروا على اللاعبين راحوا فين مش موجودين. يخشوا الحرم ويطلعوا فوق ونزلوا تحت يطلعوا سلالم ونزلوا السلالم ولابسين لبس الاحرام طبعا مش لاقيين اللعيبه. والطياره بقى على ميعادها ساعه ونص او ساعتين وعارفين انه من مكه لجده من نص ساعه لساعه الا ربع تقريبا بالعربيه. وكانوا هيروحوا على الاوتيل يغيروا لبس الاحرام ويلبسوا لبسهم ويسافروا على الكويت. اللعيبة عملت زي إضراب. طبعا جن جنون الجهاز الفني لنادي الزمالك والجهاز الإداري. مين تزعم القصة دي اللي كانت موجودة في الحرم زي ما عرفنا يعني من شهود العيان اللي كانوا موجودين عبد الواحد السيد. لغاية ما هم في الحرم بيدوروا على اللعيبة جالهم واحد كده مصري قال لهم يا جماعة أنا شايف اللعيبة بتاعتكم مستخبين منكم في المكان الفلاني. بيشوفوكوا جايين مثلا كده تدوروا عليهم يبقوا مستخبين تحت سور يستخبوا تحت سلم يستخبوا ورا طبعا موقف غريب جدا ما عملوش نجوم كبار زي نجوم نادي الزمالك وفي الوقت ده تحديدا يعني. اتجن طبعا الجهاز الفني جري يدور على اللعيبه. المهم فات ميعاد الطياره فعلا يعني المخطط بتاع اللاعبين حصل. في اللحظه دي حسام وابراهيم حسن قرروا الاستقاله من تدريب نادي الزمالك وابلغوا بالفعل رئيس بعثة الزمالك اللي كان معاهم في السعودية اعتقد الدكتور شيرين فوزي. ابلغوا ان هم خلاص هم فاض بهم الكيل من الموضوع ده وان في مؤامرة بتحصل وفي حالة عصيان داخل الفريق مرفوضة وبالتالي هم مش قادرين يسيطروا على الفريق. طبعا الدكتور شيرين فوزي ورئيس البعثة والناس الموجودين الاداريين قعدوا معاهم وما ينفعش الكلام ده وكده هيبقى قضاء على النادي. خلاص الدوري راجع بعد كام يوم والزمالك لسه خارج من بطولة افريقيا والجمهور مش ناقص فكون يصدر قرار دلوقتي استقالة الدنيا هتنتهي. كلمة من هنا كلمة من هنا اتجمعوا اللعيبة وخلصوا الطيارة فاتت. اصر حسام ابراهيم على السفر لان الزمالك عنده شرط جزائي في عقده 250,000 دولار في حالة انه ما سافرش الكويت عشان يلعب مباراتين امام التضامن الكويتي وامام القادسية الكويتي. اللاعبين رافضين يسافروا. يجيبوهم يمين يجيبوهم شمال الجهاز الاداري رئيس البعثه الناس تتكلم معاهم هم رافضين يسافروا. المهم راحوا المطار كانت الطياره خلاص راحت. قعدوا مع الناس هناك في شركات الطيران في المطار يحاولوا يشوفوا اي رحله تروح الكويت. كلموا الناس في الكويت قالوا لهم ما ينفعش ما تجوش لان هيبقى عليكوا شرط جزائي 250,000 دولار وهتبقى مصيبه سودة لان خلاص حصل اتفاقات وطبع تذاكر وملاعب جهزت والصحافه كتبت والاعلام مستني قصه كده يعني. اللعيبة سافرت امتى بقى؟ لما تقال لهم ان انتوا لو ما سافرتوش هتتحملوا ال 250,000 دولار اللي هم الشرط الجزائي هتتحملوه من عقودكم. يعني ما فيش مشكلة مش عايزين تسافروا ونلغي العقد ما فيش مشكلة. في 250,000 دولار حضراتكم هتتقسم على كل الناس اللي عاملة عصيان دي والفوضى الإدارية اللي موجودة دي.
طبعا كله مصاع لما الموضوع دخل في الفلوس. والمهم اتخلقت الرحلة الحمد لله وسافروا على الكويت. نزل الكويت كانت حفاوة كبيرة جدا، لعبوا مباراة التضامن بحماس شديد جدا، مع انهم وصلوا قبل المباراة يمكن بثلاث اربع ساعات، حماس شديد جدا. اللاعبين اتفقوا اللي عاملين العصيان دول عشان خاطر الجمهور انهم ينزلوا الملعب يموتوا نفسهم وحماس شديد جدا، رغم انهم ما عملوش كده في مباراة الافريقي، لكن في المباراة الودية عملوا كده عشان خاطر يظهروا بمظهر كويس ويكسبوا المباريات، فيفصلوا الجمهور، يفصل ما بين مطالبتهم بالمستحقات والعصيان والتمرد الموجود وما بين النتائج اللي حصلة في المباريات. جت بعد كده مباراة القادسية الكويتي، وده بطل الدوري هناك، ومعظم لاعبيه طبعا من المنتخب الكويتي او من نجوم المنتخب الكويتي. برضو نزل الزمالك لعب المباراة وقدر ان هو يفوز بالمباراة 2-0 اللي قدامنا اهدافها على الشاشة. بعد المباراة مباشرة دخل الفريق اوضه اللبس، قعد معهم كابتن ابراهيم حسن والناس اللي موجوده يعني، واتكلموا ان ده ما ينفعش اللي حصل الفتره اللي فاتت دي، ما ينفعش باي شكل من الاشكال. اهم قصه او اهم مشكله في الحدوته دي حكايه الورق اللي تقدم لاتحاد الكوره ونادي الزمالك. لازم تعملوا حاجتين، اول حاجه تعتذروا رسميا كلاعبين عن هذا الاجراء وهذه الازمه، وتعتذروا النادي الزمالك وللجهاز الفني. تانية حاجة تسحبوا الشكوى من اتحاد الكورة ومن مجلس إدارة النادي، وبعد كده الناس تقعد تشوف المشكلة ويحاولوا يحلوها. طبعا الزمالك لما بيلعب مباراة الودية دي والظروف القاسية اللي بيمر بيها، كلنا عارفين ان الزمالك مفيهوش ولا جنيه وعنده أزمات مالية ضخمة جدا، وعنده دوري وعنده معسكرات وعنده صرف الفترة الجاية، واللعبة نفسها لها مستحقات، فبيشارك في المباراة دي ب50,000 دولار، دي ب70,000 دولار، دي ب100,000 دولار، اهو بيجمع قرشين عشان خاطر يقدر يسدد ولو جزء من الالتزامات اللي عليه في الفترة دي. قعد ابراهيم حسن مع الناس اتكلم، فوجئ بالجهاز الفني طبعا ليلة مباراة القادسية بحكاية ان في شكوى متقدمة، فده عمل لهم ارتباك شديد جدا كجهاز فني. كابتن ابراهيم حسن ندى عبد الواحد السيد قال له انتوا فعلا في ده بيقولوا في مصر ان في 12 لاعب قدموا شكوى؟ قال له اه حصل يا كابتن. قال له طب اوكي خلاص. بدا يحسوا كجهاز فني واداري ورئيس بعثه، وطبعا الكلام ده برضو بالمسؤولين في البعثه، انه بتحصل وقفات وقعدات، يعني تلاتات مسحوبين، اربعات مسحوبين، عارفين انت لما بيحصل نوع من العصيان او التمرد ممكن تاخد تلات اربعة كده في جنب، تاخد اربعة كده في جنب وتقعد تتكلم وكده. فبدأت تظهر يظهر هذا التمرد الغريب جدا واللي كان غير متوقع، يعني حتى لو اللاعبين لها فلوس او لها مستحقات لكن ما بقاش في تمرد. يعني الجهاز الفني قرار شديد جدا وسحب شارة الكابتن او شارة القيادة من عبد الواحد السيد، وان هو هيقدم تقارير كامل ووافي لمجلس الادارة. سحب شارة القيادة وعدم منعه من المران او من المشاركة في المباريات، حب يشارك ويتمرن مفيش مشكلة، ما حبش برضو يشارك ويتمرن مفيش مشكلة. السؤال اللي بيتردد دلوقتي داخل الفريق او داخل الناس اللي مش مشاركة في العصيان والتمرد وفي وسط الجهاز الفني والتمرد، هل الزمالك لما بدأ يشرع انه يجيب 2 حراس مرمى، يعني امبارح عرفنا من كابتن ابراهيم حسن ان في جنش مفترض بالاولمبي جاي وفي حارس مرمى تاني مفترض ان هو جاي، هل عبد الواحد السيد شرع في الموضوع ده لما عرف ان في 2 حراس مرمى جايين، خصوصا انه باح كده بالكلام وقال لهم رايحين تدفعوا 1.5 مليون الجنش، طب ما تدونا انا الفلوس دي اللي هي ليا، او ادوا اللعيبه فلوسها طالما في 1.5 مليون تدفعهم لجنش او الكلام ده. انا عايز اقول عبد الواحد السيد لعيب كبير ونجم كبير، انا رافض فكره او الكلام اللي بيتقال ما هو قعد سنتين عنده رباط صليبي وكان بيقبض فلوسه من نادي الزمالك وما بيلعبش، ما فاتش نادي الزمالك، لان ده الطبيعي لما يصاب في مباريات نادي الزمالك او يبقى اي لاعب يبقى مصاب في اي مكان في الدنيا لازم النادي يتكفل بعلاجه وياخد كل مستحقاته. عبد الواحد السيد نجم كبير يستحق لما يصاب نادي الزمالك يعالجه ويقف وراه لغايه ما يقف على رجليه تاني، لانه حارس كبير وحارس عملاق. لكن في الوقت نفسه ما يصحش ان حارس كبير وهو قائد يقود مثل هذه الحمله سواء عصيان او تمرد. انا بقول عصيان او تمرد رغم ان كل اللاعبين بيقولوا لا ده احنا كنا متفقين مش متفقين، ما ينفعش فيش يعني 12 يجتمعوا في ورقه واحده او 11 او كلام ده، مؤكد ان ده يعني ان في عصيان وتمرد طالما كلهم بيتجمعوا في وقت واحد وفي مكان واحد. وواحد زي عبد الواحد السيد بقيمته الكبيره الفنيه والشخصيه
يستطيع كان ان يوقد، حتى لو في بعض اللاعبين عندهم ازمات نفسيه كان يقدر يوقد الكلام ده من خلال نقل اللي بيحصل للجهاز الفني او لمجلس الاداره ويروح يقعد. عبد الواحد السيد مش بعيد خالص عن الموضوع ده. ف اللي حصل من عبد الواحد السيد موقف كان شعر الجهاز الفني انه موقف مؤذي جدا بالنسبه له، واتسحبت شاره القياده واتقال كده بالنص انه زي القائد جيش اللي عمل عصيان وتمرد فبيجرد فورا من رتبته. فعبد الواحد السيد جرد من رتبته اللي هي شاره القياده، وهتنتقل الشاره اعتقد لاحمد سمير يمكن، او احمد حسام ميدو، او شيكابالا، او احمد غانم، دول اقدم اربعه يمكن في الفريق بعد عبد الواحد السيد. في قلب الحرم قام لاعبو الزمالك بالتمرد، في قلب الحرم، حرم المكي يعني قدام بيت ربنا، قاموا بهذا التمرد، وده شيء لم يكن يجب ان يتم مش بس من نجوم نادي الزمالك، على المستوى الانساني حتى لما بنكون رايحين نقابل ربنا واحنا في الحرم المكي لا يمكن نفكر في الكلام ده، بنفكر بس ازاي ندعو ونغسل ذنوبنا، مش نعمل او نقترف ذنوب جديده.